هلال الاستحقاق أضاء بتوقيت الشروق. الرقم واحد في المشهد الإعلامي، حقق أرقام مشاهدة قياسية ووضعت القناة البرتقالية في الريادة. كما عودتنا الشروق أنها دائما تكون رائدة، اكتسحت أنه طبعا أغلب الجوائز من كل المجالات. بالطبع الشروق دائما رقم واحد وحتبقى إن شاء الله بإذن الله رقم واحد. قناة الشروق كعادتها وكما عودت الجمهور لتابعها تحصلت على جل الجوائز وتربعت على عرش الجوائز. هذا مألوف القناة الشروق، الحمد لله كانت ثقة متبادلة بين المنتجين وبين القناة اللي كانت ثمرة النجاح هي تتويج هذا بالجوائز. جائزة الهلال ذهبت لمستحقيها بعد نيل مسلسل البراني لقب أحسن عمل درامي دون مفاجآت. حبيت نشكر قناة الشروق اللي وقفت عبر القناة بشكل عام وعبر الصحفيين والحصص اللي وقفت مع المسلسل ومع الهجومات اللي صارت ومع المشاكل اللي صارت. كانت قناة الشروق يعني أنا نعتبر من قناة كبيرة بكل المواقف اللي دارتها. سلسلة البطحة تنيه بنسبة مشاهدة 43.10%. ريادة السلاسل الكوميدية تربعت عليها البطحة بعدما رسم أبطالها البسمة في محيى الجزائريين. سر النجاح هو العمل، هو فريق العمل هو سر النجاح. ثم كل فريق كانت عنده مسؤولية باش يمد خدمة شابة، والحمد لله رضى علينا الجمهور كما نقولوا. ألقاب الأكثر مشاهدة في فئات برامج المسابقات والطبخ والتأثير الاجتماعي لم تخرج عن نطاق الشروق بحصة أنا ومرتي، ألو شاف وراب نيوز. الشروق نيوز هي الأخرى، حققت التميز في فئة البرامج الحوارية ببرنامج إحنا في رمضان لقادة بن عمار، مؤكدة صدارة المجمع فيما يخص اهتمامات جمهور المتلقين. السيدة أسيا شلبي فتتفضل مشكورة معنا للمنصة. جائزة التميز الإعلامي كرمت مسار قامات المجال على غرار الزميلة أسيا شلبي، نظير ما قدمته طيلة 18 سنة في مجال الصحافة من المكتوبة إلى السمع البصري. هذا التكريم لا أعتبره تكريما شخصيا بقدر ما هو تكريم للإعلام الثقافي للصحافة الثقافية في الجزائر، لقناة الشروق أيضا التي وضعت الثقة في شخصي. سهرة افتك فيها الشروقيون هلالا مستحقا واعترافا باختيارات القناة وما قدمته لمتابعيها خلال الشهر الفضيل، تشريف سيضعها الآن أمام حتمية العمل للبقاء في الريادة والإثبات أن الذهب للذهب لا غير.